مفاجأة سارة للمواطنين، خلاص رسمياً الكهرباء مش هتقطع تاني خالص من الأسبوع الثالث في شهر يوليو. محتاجين 57 مليار جنيه علشان نقدر نحل أزمة الكهرباء والحكومة بتوفرها في الوقت الحالي. إغلاق المحلات والمولات التجارية من الساعة 10 مساءً ترشيداً لاستهلاك الكهرباء. قررت تصريحات عاجلة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيكشف فيها عن مفاجأة للمواطنين. اتكلم مدبولي كمان وكانت أبرز تصريحاته إغلاق المحلات والمولات التجارية الساعة 10 ترشيد للكهرباء. لازم يكون عندنا خطة ترشيد داخل المنازل والمحلات علشان نقدر نحل الأزمة. وضعنا خطة للوصول لصفر انقطاع كهرباء خلال الصيف، لكن محتاجين مليار و80 مليون دولار لحل الأزمة. بعد توجيهات رئيس السيسي تعاقدنا على صفقة مازوت علشان نقدر نغطي احتياجاته هيوصل الأسبوع القادم. رئيس الوزراء بيكشف سبب زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات. سبب الزيادة هو خروج حقل غاز عن العمل لمدة 12 ساعة واضطرينا نزود التخفيف. احنا بنصدر الطاقة في الشتاء لكن مشكلتنا بتبقى في الصيف، بنضطر نستورد وقود ساعتها. شهر يونيو حصلت 3 موجات حرة لم تحدث من قبل وده أثر على استهلاك الكهرباء. اللي حصل امبارح لطلاب الثانوية بسبب قطع الكهرباء كان صعب وهنحاول نحلها ان شاء الله. احنا ما عندناش مشكلة توليد كهرباء على الإطلاق، لكن هي مشكلة وقود وخصوصا في الصيف. تصريحات رئيس الوزراء كانت بعد عقد اجتماع اليوم لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل لحلول جذرية للأزمة، وده بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وأكد في مستهل الاجتماع إن الحكومة تدرك جيداً أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود الفترة اللي فاتت والدولة بمختلف أجهزتها المعنية بتعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الإطار لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة لتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها بما يسهم في الحد من هذه المشكلة وصولاً لحلها بصورة كاملة، عشان بعدها يخرج رئيس الوزراء ويعلن تفاصيل أزمة الكهرباء وأسباب زيادة أوقات تخفيف الأحمال. كما انكشف خلال المؤتمر الصحفي اللي كان بحضور وزير الكهرباء ووزير البترول عن تفاصيل المرحلة المقبلة اللي كان أبرزها وضع خطة لإيقاف قطع الكهرباء نهائيا نهاية شهر يوليو المقبل.